الآن في مسألة الشرعية، فالشرعية حددها الدستور ولا يسحبها إلا الدستور، وباعتبار قانوني ولا بد أن أجيب على هذا السؤال بشكل دقيق. نعم. بالتالي فإن الشرعية لا يستطيع طرف ما في العملية السياسية أن يسحبها من طرف آخر إلا بطريق الدستور. فلو كانت هذه الانتخابات مخالفة لما ورد في مواد الدستور فإنه يمكن لنا أن نقول إنها غير شرعية، لكن وفق السياق الدستوري ووفق ما تنص عليه المادة 122 من الدستور، إضافة إلى قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والتعديل رقم 4 لسنة 2023 على القانون رقم 12 لسنة 2018، كل هذه جرت ضمن الأسس وضمن السياقات الدستورية القانونية، وبالتالي فإن كلمة أو عبارة رفع أن هذه الانتخابات غير شرعية أعتقد من الناحية القانونية هو غير صحيح وبالمطلق